So now, Khaled Yamani is going to tell us about the situation for Palestinian refugees in Lebanon. أول شيء طبعا مرحبا وأهلا وسهلا شكرا على ضيافتي يعني. هان سي فالكم من بوريان اوك تاكس ميكي فرادني. أنا طبعا بشكل عام بس هيك حابب أعطي فكرة عن شو بدي أحكي. هان بيلي بارا بروتا ليتي جراند أم فاسكا هان سي أم هان سيتوكو. في عندنا مشكلة دائمة اللي هي مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان المخيمات الفلسطينية. إيبوريان problemet med de som bor i Libanon, palestinierna från Palestina, men de bor i Libanon. طبعاً الموضوع الأول هو حول المخيمات بعيش فيها اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. I början vi ska prata om kampen som palestinierna människor bor där i Libanon. نحكي عن الأوضاع اللي بعيشها فيها الأوضاع الاقتصادية السياسية الاجتماعية المصاعب بشكل عام. Vi ska prata om situationen, ekonomisk situation och politik situation där. Och det är såklart 60 år sedan nätiget ihtilal israeli till Palestina, yani sebab al-lujuh wa natijat al-ihtilal. Och det är från mer än 30 år sedan och det är på grund av Israel att de har tagit hand om Palestina. الموضوع الثاني رح نحكي عن اللاجئين او النازحين الفلسطينيين من مخيمات سوريا الى مخيمات لبنان يعني كمان سان بيسكا بروتوم دوم سام فلسطينيين سام واي سوريا سام دما فليتت تيل لبنان واللي هي طبعا كل بعرف نتيجه الاحداث الاخيره اللي صارت في سوريا وال يعني الصراع ما بين النظام وبين القوى المسلحه فطبعا هجر اكثر من 70,000 فلسطيني الى لبنان Och det är också på grund av var krig som blir i Syrien och som det gör alla människor flytta till Libanon. Och de är mer än 70 000 från Palestina. بالاساس بتحدد هيك اعطي فكره انه في بلبنان 12 مخيم رسمي للاجئين الفلسطينيين 12 مخيم رسمي Det finns 12 kamp till palestinier människor. هذول رسمي بتعترف فيهم الامم المتحده والدوله اللبنانيه. هذول وين؟ بلبنان. دم ليجري لبنان ودي مين يعترف بهم؟ الدوله اللبنانيه والامم المتحده. ودي EU دم سم بيتر ادميت فور هير كامب. وفي 15 تجمع فلسطيني هدول غير رسميين يعني لا يعترفوا فيهم لا الدولة ولا الأمم المتحدة ولا يقدموا لهم أي خدمات. وده فينس 15 تيل من دي إنجن سوم يالبردون. طبعا عدد اللاجئين الفلسطينيين حسب إحصاءات الأونروا اللي هي اليونايتد نيشن اللي احنا هي بتهتم فينا هو 500,000 فلسطيني في لبنان لاجئ. Och de är typ 500 000 palestinier här i kull Lebanon. Eller bara i Lebanon. Hela jag berättar mottagen här i Lebanon. Men i själva är det, hela i verkligheten, han är inte överskridit antalet 250,000 palestinier baki i Lebanon. Men på riktigt vi kvar i Lebanon typ 250 000. يعني انت عم تحكي على نص اللاجئين لأسباب الصعوبة تم هجرتهم إلى أوروبا وأمريكا ودول تانية يعني نصف العدد هو مهاجر بالحقيقة. So half of the 500,000 دم هفلتة تيل أندرا ستانت وأوريكا لاندر. طبعا هاي الهجرة هي إجت لعدة أسباب بتلك أن النتائج السياسية للاحتلال والنتائج الوضع الصعوبات المعيشية اللي بيعيشوها بالمخيمات. Och de har flyttat på grund av ekonomisk situation och politisk situation. حابب هيك بس احكي كلمه خلال ورشه عمل كنا عم نعملها مع النساء الفلسطينيات في لبنان. فاحدى النساء بتقول من الصعب جدا ان تعيش تجربه اللجوء فانت موجود وغير موجود. بدك تحكي بالانجليزي يعني
en kvinna från svenska från palestinska kvinnor säger att det är väldigt svårt om vi lever här i Libanon, så de räknar oss och inte räknar oss också, så vi finns och finns inte. فطبعا هذا بلخص قديش الصعوبة اللي بعيشوها يعني اللاجئين الفلسطينيين. بعطي هيك بعض الأمثلة مشان ما أطول، إنه الفلسطيني ممنوع يشتغل من 75 مهنة في لبنان. So the Palestinian människor de är förbjudna att jobba 75 jobb där i Lebanon. وضعوا ال ال الليجال زي ما هم بيقولوا. 75 صورتهم يوب تيب في لبنان. يعني مثلا ابا بريسيس دوم هي رسالتهم الا دوم طبعا نحن وضعنا القانوني هو نحن غير مواطنين، نحن لاجئين ولا يقدم لنا من الدوله اللبنانيه اي خدمات. لبنانيس كاريجل سي ات في في بور انتهر سو في في انت في 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 انت ليغال ديري لبنان. يعني نحن بدنا نشكركم، نحن بنحس ان انتم بتساعدونا، لانه مكتوب انه فيش انسان غير قانوني، هذا بنطبق علينا كمان. سو انت كير ات ديرفر ني فيشك تو يلبا يلبا هم ما يلبا فلسطين يعمل اخر. طبعا بعض المشاكل كمان اللي بيعيشوها الشباب والطلاب، في نسبه العاطلين عن العمل تتراوح بين 60 و 75%، تصور يعني ثلثين الشعب اللاجئ الفلسطيني ما بيشتغل. Så typ mer än 60% från Palestina omvänder eller människor där, så de jobbar inte, de har ingen jobb. خلال تجارب خلال 67 سنة طبعا اضطرت أكثر من 30 أو 40% من العائلات ينتقلوا نتيجة الحرب من مكان إلى آخر أكثر من 3 مرات. يعني بكونوا بمخيم يتدمر يروحوا مخيم ثاني، يتدمر يروحوا مخيم ثاني. Så genom 67 året så mer än 30 eller 40 familjer, de är 30 eller 40% från familjer, palestinska familjer, de har flyttat 3 gånger typ eller mer från ställe till andra ställe, från kamp till andra kamp. طبعا بشكل عام في هناك مشكلة كبيرة بالحصول على الصحة وعلى التعليم العالي الجيد بالنسبة للفلسطينيين. يعني الصحة الأمم المتحدة لا تقدم إلا الشيء القليل، يعني لا تقدم كل الخدمات الصحية. حدا بيمرض بالمستشفى فيش إله ضمان، فيش إله يعني بيغطوا عليه. والتعليم العالي ممنوع الفلسطيني يدخلوا في الجامعة طبعا بسبب الغلاء الهائل، ففي مشكلة بالصحة والتعليم كمان بيواجهوا اللاجئين في لبنان. De har stor problem med universitet eller vanlig skola också där. Därför är det väldigt dyrt om de ska gå till skola eller universitet. Plus sjukhuset också. Så de kan inte som vanliga människor eller som libaniska människor. På grund av också att de måste betala. بعض القوانين العنصرية للأسف التي اتخذتها الحكومة اللبنانية، لا يستطيع الفلسطيني أن يمتلك ولو متر مربع واحد، لا يستطيع شراء، يعني ممنوع تشتري لا بيت ولا منزل ولا يعني هذا أحد القوانين المش مفهومة. واللبناني كاريجل سي أوكسو أت دومي فربيو دام شوب إن متر دير eller shoppa ett hus eller lägenheter. Pratar vi nu om alla i de palestinska flyktinglägren, även för, alltså, räkna ända bak till 49, eller pratar vi om de som har kommit nu under krigen i Syrien? Inte att täcka an kull palestinier eller عايشين هنا كل انت تحكي بس عن اللي han pratar bara om de som bor i Libanon. Och de palestinier som flyttat från Syrien till Libanon, de är ännu värre situationen. هذول احسن لاجئين. المشكله الثانيه كمان احدى المشاكل الاساسيه اللي ممكن تواجهها هي الاكتظاظ. يعني ال 12 مخيم، اكبر مخيم لا يتعدى الكيلو متر ونص مربع. So the other problem is stora problem också där att campen är väldigt små, och det är inte mer än en kilometer varje camp.
تصوري انت بهيك مخيم بعيش في هاي الحلبة مثلا 100,000 فلسطيني بكيلومتر ونص مربع. وده فينس ده فينس اذا هر ان كيلومتر نمليفر تيب 100,000 ماني خبره. طبعا يعني هاي عاملي مشاكل نفسيه، عاملي مشاكل توتر، ضغط، احباط. واليوم مصا بروبليم من الفلسطينيين ماني خبر ات ليفلت فالت ليت كامب ماده 100,000 ماني خبر. طبعا في فقر، في عنف بين المجتمعات، تعرفي التقارب والضغط، في هناك عنف، حالة عنف حتى بين الأطفال، عنف بين الأزواج، عنف. طبعا كل هذا من الضغط اللي بيعيشه، بالإضافة للفقر. يعني الفقر في إحصائيات الأونروا بتقول شيء 60-65% من الفلسطينيين يعيشوا تحت خط الفقر. اوكي دافينس تيب 60 من 60-65% دوم سون ليفر under under existence fattiga de är väldigt fattiga de som lever där. في حالي كمان غريبة إنه تلت الفلسطينيين عايشين بمخيمات لبنان يعانون من أمراض مزمنة، يعني إما سرطان، إما ضغط، إما سكري، تعرف هاي الأمراض اللي دائما. فتلت الفلسطينيين عندهم أمراض مزمنة. Typ 30% av dem så de har massa sjukdomar som diabetes och som heter pressure, blood pressure och sånt. طبعا بالاضافه للحاله الصعبه اللي هي بالسكن. يعني انت تصوري مخيم كيلومتر بعيش فيه ما بين 25-30-100,000، يعني تختلف. طبعا موضوعه الرطوبه، عدم دخول الشمس، عدم وجود خصوصيه في معدل بعض الاحصائيات قالت بين 3-4 اشخاص بيعيشوا بغرفه واحده. Och typ fyra personer i varje rum, så plus solen kom inte till alla rum. Ja, så det finns mycket problem i den här kampen, i den här 12-kampen. طبعا بديش اطول كثير احكي، بقول كل هاي الاوضاع اللي بتعيشها المخيم بعد الازمه اللي حصلت في سوريا وتهجير بعض المخيمات من سوريا مثل اليرموك، خان الشيخ، الشبيني. في بعض المخيمات نزح ما يقارب 50-70,000 فلسطيني من سوريا وجاءوا الى لبنان. ودي دي بي انه برا افتر كريجي اي سوريا، سو دي تيب دو ما فليتات تيب ميلان 50% till 70% från dem till Lebanon. Till samma de gamla 12 kampen. طبعا هذول اغلبهم اكيد عاشوا في مخيمات لبنانية، مخيمات لبنانية، يعني لم يعيشوا في مناطق لبنانية في المدن. De kan inte leva i vanlig ställen, utan de måste flytta till kampen, till den här 12 kampen. طبعا هذول اللاجئين بالاضافة لكل اللي حكيناه عن اوضاع اللاجئين في لبنان يعانوا شيء اضافي. يعني يعانوا نفس المشكلة، يعانوا من الاكتظاظ، يعانوا من الصحة، الخدمات الصحية التعليمية الاجتماعية، لكن كمان في هناك معاناة أخرى ممكن هلأ نحكي عنها هيك بشكل. ودهم هار دهم صم فلتت من سوريا إلى لبنان، دهم هار أكسو مسا بروبليم، إقonomic بروبليم، أو بوليتيك بروبليم، أو مسا أوريكا. يعني أول مشكلة بشوفها هي موضوع عدم وجود القانوني في البلد، يعني ما عندهم أوراق ثبوتية، وهذا بحد من حركتهم، ممنوع يخرجوا بريد المخيم. فش دم هار إنجن تيب أوب هوستيلستون داري لبنان، سو دم كارنت يورا مونتينك، دم كارنت جو إن و تي أوتيك إي فروم كامبن، ألا كوم جو تيل أندرا ستيلت. طبعا هذا شيء طبيعي بخليهم ما يقدروا يشتغلوا. يعني لما واحد فيش يطلع بريد المخيم لأنه في الشغل بالمخيم. ودي samtidigt att de kan inte jobba också eftersom de kan inte lämna kampen. ففيك تحكي عن بين 90%-95% من الفلسطينيين اللي جايين من سوريا عاطلين على العمل. يعني so we can say mellan 90-95% från palestinier människor som flyttat till Lebanon de har ingen jobb. فهذا طبعا بغياب الخدمات اللي بتقدمها الأمم المتحدة والدولة اللبنانية، ما في خدمات تقدمها. تصوري أنت كيف ممكن يكون عيشتهم، وخصوصا أنه عدد العائلة الفلسطينية هي تتراوح
حد الأدنى من 5 إلى 7 يعني العيلة بين الأب والمرأة يعني 7 أفراد العيلة ما عندهم دخل ما عندهم شغل. Så vi som palestinier-människor, så vår familj blir mellan 5 och 7 personer i varje familj. Så ni kan tänka hur de kan leva utan ingenting, utan jobb, utan pengar, utan ingenting. طبعا كثير من هدول الناس عايشين بأوضاع يعني شقق غير صالحة للسكن، يعني بكراجات يمكن يكون مش مليشة مش مدفونة ما في شبابيك. هذه بلبنان. بمخيمات الفلسطينيين من سوريا اللي بيجوا عايشين لأن فيش معهم يدفعوا والأونرو ما بتقدم لهم دعم، عايشين بكراج يمكن يكون غرفة واحدة. يا ريت معي مثلا كان في سلايد بفرجيكم بعض المحلات، يعني في شيء فيش له باب حاطين هيك ستارة صغيرة ممكن تفوت جرادين عليه بالليل، يعني أوضاع بصراحة غير لائقة إنسانية للسكن. طبعا جزء من الدنيا أم مونغا familjer också palestinska familjer de lever där i Lebanon i ett gammalt parkering typ utan ingenting utan dörr så de kan komma typ hund eller katter eller någonting till den här stället och de sover där och de lever där. بالإضافة طبعا يعني شوي أهين من أو أصعب من لاجئين في لبنان، بمعنى إنه اللاجئ من لبنان عم بيشتغل مضبوط في بطالة، لكن هو وجوده يعني في معه كان عندما يذهب إلى المستشفى يعني لا يستطيع أن يدفع ليرة واحدة، يعني إذا الأونروا ما بتغطيهم ممكن يضل محتجز في المستشفى إلى أن يخرج وحصلت أكثر من مرة. gå till sjukhuset och kan inte betala så de kan inte gå ut, de måste vara i sjukhuset tills att de ska betala. يعني بس بعطي هيك مثل بسيط حصل معنا. هلا ممكن نحكي عن شو ممكن نقدم او المجتمع الفلسطيني شو عم بيقدم للنازحين، بس بعطي مثل. في احد الاشخاص اتصل فينا من مدي، مرته حامل فاتت على المستشفى لازم يدفع 400,000 أو 300,000 يعني يقارب $200 ما معه حجز له بنته، يعني ما في لا تطلع لا هي ولا المرأة. So you can say an example. So you have min vän som hans fru var gravid. Så de gick till sjukhuset och hon har fått hennes barn där, men de har frågat henne efter 400,000. Och det blir typ $200 och så hon har ingen pengar, hon kunde inte betala, men de tillåter inte till henne lämna sjukhuset. Ja, så hon måste betala först. Ja, صراحة هيك في كتير هيك أشياء مؤذية حقيقة، يعني وأكثر من حالي هيك الواحد كان يلاحظ، لأنه بنية عمرها 13 سنة وقعت طبعا صابة نزيف داخلي، كمان راحت على المستشفى أهله فيش معه حجزينا هو 3 أيام لعملنا للم، يعني شوف هالأوضاع كيف ممكن تأثر سلبا. بالإضافة طبعا عنده المشكلة تاني غير السكن، هو موضوع التعليم للأطفال. الفلسطينيين من سوريا أو المنهج السوري يختلف تماما عن المنهج اللبناني، والأونروا طبعا ما عملت لهم منهج على الطريقه السوريه. دي ستور بروبليم مد سكولان سو دم سام فلتت فرون سوريا تيل ليبنان سو دم كان تو جو تيل سكولان في ليبنان. فطبعا في عندهم مشكله كبيره، يعني عدد كبير من الاطفال الذي اعمارهم اكثر من 13 سنه ما عاد فيهم يدخلوا المدارس، فكلهم اصبحوا متسربين يعني بطلوا. وبونا سم فرون 13 وك اوبوت سو دم كان تو جو تيل سكولان دير ليبنان سو دم سيتري هيم. يعني بتلاقي هذا العمر من الأطفال النازحين من سوريا الفلسطينية 13-14-15-13-18 لا فيه يدخل مدرسة، ما فيه يشتغل وفيش عنده شيء، فتصوري يعني وبونا ملان 13-18 سو دم كان انت go to school أو دم كان انت يوبا سو دم بورا سيتري هما. وده يالر على فلسطينية بليبنان هل يوز نسيريا ميورا؟ هلا عم نحكي الفلسطينيين. هي تسأل تقول كل الفلسطينيين اللي بلبنان كلهم ما يقدروا لا يروحوا المدارس ولا يشتغلون. لا عم نحكي هلا الفلسطينيين اللي من سوريا. ناي هان بروتا بورا أم فلسطينيين صن فلتت فرن سوريا تيل لبنان. طبعا من لبنان في مشاكل أخرى تعترضهم حول يعني الآن الأونروا أخذت إجراءات جديدة، الأونروا هي الأمم المتحدة، إجراءات جديدة حول التعليم.
قلصت عدد الصفوف في المدارس، يعني كان في مدرسة 20 عملوه 15. هذا نتج عنه أنه في كل صف الآن من 50 إلى 60 طالب سيكون موجود في صف واحد. يعني 60 طالب في صف يعني شو ملعب في الطول. Så vad heter Onoruan, de som är ansvariga om palestinier människor, så de försökte att hjälpa dem. Och nu blir det i typ i en klass 60 från 50 till 60 elever. Ja, ni fick ett svar inte att du har 45 dagar, 50 شاب. إنه كيف الإسلام كيف ده توصل لكواليتي إديوكيشن أو يعني تعليم. فهي آسف أحكي الكلمة ما ضروري ترسمية، بس هي عبارة عن غريبي. فهي يعني كان تنكم باريا كلاس من 50 إلى 60 سو هور كان لارارا في كلورا تيل ألا دو هير بانا. بالإضافة طبعا موضوع الجامعات، في مشكلة بالنسبة للفلسطينيين باللبنان، مشكلة مزدوجة. المشكلة الأولى إنه في غلاء هائل بالجامعات، يعني اللي بدي يتعلم دكتور، بتعلم محاسبي، اللي بدي يتعلم مهندس، مكلف. يعني تصور أنت في أحد الجامعات اللي بتعلم دكتور بتكلف في السنة 45,000 دولار. طبعا العيل والجد والأب ما ممكن يصمدون، فطبعا شيء طبيعي إنه ما في يتعلم. ودي ستور بروبليم مال اليونيفرسيتي، سو دوم سوم تنكا ستوديرا سوم بلي ليكر ولا بلي انجينيور ولا بلي تيب advokat, så det är jättedyrt. Så varje år du måste betala mer än 45,000 dollar. المسموح طبعا في الجامعة اللبنانية يتعلم أدب، أدب عربي، أدب إنجليزي، علم اجتماع، يعني هدول ميسرة. لكن المشكلة إنه دوم تيلوتر يونيفرسيت بارا تيب ليتراتور إنجليزكا ليتراتور عربيسكا بس فيش شغل. هو أكثر الشغل كان عندهم كان أنت يوبا في مدارس الأونروا، والآن الأونروا عم بتخفض، فإذا بدرس بس ليقضي وقت حقيقة، يعني بس ليقول إنه أنا متخرج ومعي شهادة جامعية. من دي البر أنت دم عندهم سكستوت يونيفرسيتي، سو دي بارا دي بارا أتبلنينج إنجت مير. سو هن كان أنت دم كان أنت يوبا أكثر يونيفرسيتي عندهم سكستوت ديرا في ليتراتور إنجليزكا ليتراتور عربيسكا. طيب مع هاي الصورة السيئة، أنا ما حابب أحكي بس إنه يعني بس أنا حبيت أحكي الأوضاع، لكن بصراحة في حراك داخل المخيمات، حراك اجتماعي بشكل أساسي، تضامن. هلا ممكن نحكي كيف التضامن ما بين الفلسطيني في لبنان والفلسطيني في سوريا، شو ممكن أقدم. أنا حبيت أحكي صورة، مش حتى نقول فقط إنه المخيمات سيئة لهالدرجة، لكن هذا توصيف. لكن حقيقة في بعد في هناك تضامن وحراك اجتماعي فلسطيني في المخيمات موجود. Med allt detta problemet i kampen, men de palestinska människor, de hjälper varandra i kampen. De försöker hjälpa varandra. طبعا يعني بعطي مثل، انت اول قدوم قبل شيء 3 سنين النازحين من سوريا اجوا على المخيمات. طبعا كل المخيمات استقبلت العائلات في بيوتهم، يعني اول ما اجوا العائلات ان كان قريب وان كان بعيد. يعني الفلسطينيين استقبلوا الفلسطينيين فقط. طبعا عم نحكي على الفلسطينيين من لبنان استقبلوا الفلسطينيين من سوريا. مع صعوبة الأوضاع اللي عايشينها تم استقبالهم، طبعا تأمين لهم بعض في المحلات العامة، اللي عنده بيت استقبلوا. لكن هذا ما استمر لمدة كبيرة، لأنه بتعرف الأوضاع بطل في محمل الواحد. فهاي إحدى كانت النقاط الجيدة اللي قدرت تستوعب الفلسطينيين في المخيمات. Från 3 år sedan de började flytta palestinier människor från Syrien flytta till Lebanon. Så de palestinska människor från Libanon hjälper dem i början, och de är öppna dörrar till dem som flyttat från Syrien och försöker hjälpa hur mycket de kan, men inte lång tid, men inte typ 3 år eller mer. Så de kan inte, de har ingen bra ekonomi, så de kan inte hjälpa mer än 3 år. طبعا كل المؤسسات المحلية، كانت مؤسسات اللي بتشتغل مع الأطفال، مؤسسات اللي بتشتغل مع النساء الفلسطينيين المحلية، كلها طبعا فتحت ذراعيها وفتحت كل شغلها للفلسطينيين وحتى السوريين اللي كانوا موجودين في المخيم. يعني أي حدا داخل المخيم فتحت له كل، يعني لم يحصل هناك أي تمييز صراحة أو يقول. فهلا ممكن نحكي شو ممكن نعمل مع الأطفال، نشغل معهم، شو نعمل مع النساء، اشتغل معهم. فأصبحوا فعلاً بشكل سريع جزء من المجتمع اللي بدنا نقول الجيتو الفلسطيني بالمخيم. فهي كانت شغلة جيدة يعني.
de alla myndigheterna, palestinienmyndigheterna som jobbar där i kampen eller utanför kampen, så de försökte hjälpa de som har flyttat från Syrien till Lebanon, palestinienmänniskor. يعني أول شغلي اشتغل المجتمع المحلي بالمخيم عندما لما اجوا النازحين انه ساعدهم فتح لهم كل المراكز وساعدهم على تشكيل لجان للنازحين من سوريا حتى تنظيم اوضاعهم بمعنى يعملوا احصاء يسجلوا مين النازح شو في عدد اولاد عرفت كيف حتى يعرفوا بعض يعني فمساعدي على انشاء لجان للنازحين من سوريا وهذا كان بدعم كبير من الجمعيات الفلسطينيه داخل المخيم De har hjälpt dem och räknat dem hur mycket de har flyttat till den här kampen, de som flyttat från Syrien till Libanon, och skriver namnet och skriver familjenamnet och jag vet inte varför. طبعا شغل الثاني فتح باب التطوع للأطفال اللي يشاركوا في الأنشطة اللي بتشتغل فيها المؤسسات التانية للأطفال مفتوحة ف أغلب الأطفال اللي إجوا الفلسطينيين من سوريا يعني خلال أيام معدودة جدا لقوا حالهم في المجتمع صاروا يدخلوا مع الفلسطينيين من لبنان يشاركوهم بالأنشطة المختلفة إن كانت رياضية إن كانت ثقافية إن كانت فنية فلقوا هذا لعب دور كتير في تهدئة لأنه كان تعرف في ضغط وتراوما زي ما بتقولي جاي من حرب فهذا كمان كان شيء إيجابي De har försökt göra någon etablering till barnen med de andra barn, palestinier från Syrien och palestinier från Lebanon. Att de kan göra någonting, typ studera tillsammans eller jobba tillsammans. طبعا كمان كان في النساء لهم تعرفي دائما النساء عندنا بسمنا في شيء خاص لهم. كمان في المنظمات النسائية بدأت تعمل مع النساء يعني دائما المرأة في مجتمعنا هي بهيك أوضاع تتحمل الجزء الأكبر. لأنه دائما هي في البيت هي تدير بالها. وبينو روكسو في شوكتو يلفا لهم أندرك بينو روكسو سم فلتت فران سيريا. فكمان فتحت إلى يعني صار في هناك جلسات ورش عمل مع النساء ليعرفوا مشاكلهم. في بعض الحالات كان بدهم سايكولوجيست أو محلل نفسي. كمان تم القعود معهم تم الجلوس بدها خدمات قدموا لها خدمات لأنه نحن بنقول دائما الحلقتين الأضعف في مجتمعنا خلال الحرب هو النساء والأطفال فطبعا تم محاولة التعامل معهم بدناش نقول بشكل بيرفكت بشكل لكن بما هو موجود في المخيمات الفلسطينية في لبنان De som har behov av hjälp mer än andra så det är barnen och kvinnor så de många kvinnor behöver psykolog så de har försökt hjälpa dem också väldigt mycket طبعا في شيء كان شغلة كتير منيحة يمكن بعض الشباب أو الشابات يعني المشكلة هاي إنه فتح لهم باب التطوع للعمل في المؤسسات الاجتماعية كانت مختلفة فهذا كان شيء كتير منيح إنه أنا مش مهمش أنا مش صفر على الشمال إنه صار لهم دور منشطين مع الأطفال في المجتمع فهذا طبعا قوى موضوع التأقلم لهاي الفئة العمرية شباب عم نحكي أو صبايا ما بين 18 20 21 سنة يدخلوا في المجتمع الفلسطيني ويكون لهم حضور حتى يأكدوا ذاتهم يعني بالكامبات نحن عم نحكي لكله داخل المخيم كله داخل المخيم كله عم نحكي داخل المخيم كافي ايه فلا انه كيف كمان تم الاهتمام وفتح مجال للشباب انه يكونوا متطوعين ويدخلوا بالمجتمعات بالمنظمات اللي بتشتغل مع الاطفال ومع النساء ومع دوما في شوك توكسو يلبا اونغدومر سم بيدهم يلبا بونن ديري كامبا ودي التي ينوم كامبا مشان هيك بتلاقي طبعا الفلسطيني النازح من سوريا لما اجى 99% ساكنين بالمخيم لأنه بحسوا حالهم جزء يعني في المناطق اللبنانية لا تقدم كل هاي الخدمات للفلسطيني اللي نازح من سوريا. من التنية برسنت فرون دوم سوم فلتت فرون سيريا تي لبنان دوم هبور داتي دوم دن هير 12 كامبان أناش دوم كان تبوري اي فانلي أمراد سو إنجن سوم يلبر دوم طبعا بالإضافة أكيد
بعض المساعدات العينية مثل تقديم طبعا خلال المنظمات أو المجتمع المحلي، تم جمع تبرعات ويعني الاهتمام بالأطفال تحت 33، تقديم لهم الحليب، تقديم لهم الحفاضات، الماء كافي من أجل الحليب. plus de har försökt också att samla lite pengar och köpa mjölk till barnen under 3 år gammal och يعني هذا كان عبارة عن حراك مجتمعي، كل المنظمات والشبابية النسائية الكشفية الطلابية دغري اجتمعت، عملت لجنة اسمها لجنة الدعم النازحين وبلشت تشتغل أول سنة ونص إلى أن الأونروا بدأت يعني تعطي الشيء القليل، صار في اهتمام بموضوع الثاني. De har bara försökt att hjälpa de andra palestinierna som flyttat från Syrien till Libanon. هاي بشكل عام أنا حبيت أحكي، بديش أطول، إذا في بعض الأسئلة أو إذا في بعض بحدا حاب يضوي على موضوع معين عشان ما نطول. هن فروغ أم نون فيل فروغ هم أم نون تينك. Kan en palestinier, jag tänker inte på de senaste flyktingarna utan de tidigare, bli libanesisk medborgare och vad är det för krav för det i så fall? Kan en palestinier som bor i en av de gamla kampen bli libanesisk medborgare? Vad är så han sa i början, det är förbjudet. هي بتسأل إنه يقدرون الفلسطينيين اللي عايشين هناك من زمان يصيرون مجنسين لبنانيين؟ لا قلت لها مستحيل. ألدري. بالقانون اللبناني بالدستور في شرط بقول ممنوع تجنيس الفلسطينيين، يعني حتى في الدستور. اه. اللبنانيسيسكا ريجل أت دي فربيودان أت فلسطينيا من يخرج بلي ميد بوريرا. لبنانيسكا ميد بوريرا. في جزء صغير في كان تعرفي هي الموضوع سياسي بالنهاية، يعني احنا بنحكي لاجئين فلسطينيين هو موضوع سياسي بالحقيقة، شيء اللي كان هلا عم نحكي بالامور الحياتية. خلال سنوات السبعينات الثمانينات كان في هناك بعض المشاريع السياسية للتهجير والتوطين، يعني تهجر وتوطن، حصل بعض الفلسطينية على بعض الجنسية لكن عددهم قليل جدا. I 70-80-talet var det väldigt lite människor som fick medborgare, libanesiska medborgare, men inget mer. Jag har frågat till, men ta andra emellan. Ja. Jag tänkte, det här FN-flyktingorganet, UNRWA tror jag det var, ger de pengar till Palestina i de här flyktinglägren? Vem säger du? Det här flyktingorganet, FN, är ju där. Ja. Ja. Ger de någon inkomst så att de får pengar? Hur får de pengar? هي تسأل إنه اللي يساعدوكم هم اللي هم الأونروا يعطوكم فلوس أنتوا هناك للعيشة للكامبات ولا أنتوا شلون تجمعوا فلوس لأنه أنت قلت إنه نجمعوا ويساعدون الأطفال وكذا؟ لا الأونروا بالنسبة للاجئين هي مكلفة، هي رسمياً مسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان رسمياً. هذا تأسست الأونروا عام 1949 بعد السنة من الهجرة، ولا الأمم المتحدة، هي الأمم المتحدة هي خاصة باللاجئين الفلسطينيين، تأسست 49، هي مسؤولة عن بشكل عام عن الصحة وعن التعليم وعن تشغيل الفلسطينيين. تدفع ولا انتبهي بقول شو هي تأسست ليش مثلا شو بتعمل هلا بقول لك، بس هي تأسست 49 اسمها مسؤولة عن كل اللاجئين الفلسطينيين في الأقطار الخمسة، في الضفة، في غزة، بالأردن، سوريا، بلبنان. لكن هي الآن بالحقيقة بتأمن التعليم بأوضاعه السيئة اللي حكيته، وبتأمن الصحة بأوضاعه السيئة اللي حكيتها، هاي اللي بتقدمه بالأونروا، ومسؤولة بالمخيم عن تأمين المياه والصحة، يعني تنظيف. نعم، بارا يلبر فايتري سكولا أوك يونيفرسيتي من لا يونيفرسيتي لا bara skolan. Bara skolan och bara sjukhuset, men väldigt väldigt lite pengar. För när jag hakete om de betalar ingenting. Jag hakete det med fem utav. Hej, det är en snön ni kan عندهم. Vi احنا بنشتغل بالنهايه في الفلسطيني في لبنان، في حدا بيشتغل، في حدا قريب، يعني احنا مش انه ما معنا مصاري. Han sa att palestinier människor, de jobbar ändå. يعني في قسم بيشتغل طبعا عندهم حضور عندهم يعني شو يشتغلوا؟ بيشتغلوا يعني انا مثلا بشتغل محاسب، طبعا
غير قانوني لكن بشتغل إذا بيجي الدولة بيكمشوني بيكحشوني. في حدا بيشتغل بالبناء، حدا بيشتغل بالحفر، وحدا بيشتغل بالدهان. دوم يوم برالتينك من دي أوريجل. يعني كل هذا الشغل بس هو غير قانوني. يعني إذا الدولة تكمش حدا ممكن تعمله مشكلة. عم نحكي إنه قانونياً ممنوع، لكن بالنهاية نحن موجودين يعني مش دول. فهذا الحراك الاجتماعي هو مجتمعي. يعني البيت اللي عنده طبخة يعطي نصها كان يجيبها مثلاً. الولد اللي عنده كلتين ثلاث كلتات يأخذ كلت يعطيها الثاني. So typ om någon har lagat mat idag så de ger halv om den här maten till hans grannen och sånt. Om någon har köpt kläder till hans barn, de ger också lite från den här kläder till grannen också. Så det är bara så. طبعا نحن ما عم نحكي على حل مشاكلهم، عم نحكي على الحد الأدنى من اللي عم نساعده يعني. Så barnen har rätt, palestiniens barn som bor i kampen har rätt att gå med libanesiska barn på samma skola eller nej bara de. هو يسأل الأطفال الفلسطينيين يخافون إنه يدامون ويا الأطفال اللبنانيين نفس نه يدوم انترد ده من دي فربيودا هو يسأل شلون لكن هم يدرسوا شلون درسوا الأطفال ما أنا قلت لك الأونروا في الأمم المتحدة عاملة مدارس خاصة للفلسطينيين وين؟ بالمخيمات ده فينس سبيسياليست بهدار سكول يعني إي كامبن اللي اسم أونروا في سندنار يعني أعطيك مثل الآن نحن خلال 3 أشهر الماضي الأونروا كانت في مشكلة تمويل كان في عندها عجز ب 100 مليون دولار فأخذوا قرار سابق إنه سيوقفوا التعليم في كل الأقطار الخمسة للاجئين ما يقارب 700 ألف فلسطيني هذه من ثلاثة أشهر هلا بقول شو صار كان أخذوا قرار في لبنان وسوريا وغزة والضفة والأردن سيوقفوا التعليم لأنه فيش مصاري ل 700 ألف فلسطيني For example, från 3 månader sedan, UNRWA säger att de ska stoppa skola i fem länder och det är mer än 700 000 eller barn, så de ska stoppa, de kan inte betala UNRWA, de har problemet med ekonomi. على سريع الدولة اللبنانية طلع وصرح وزير التعليم لن نستطيع أن نستقبل الفلسطينيين في مدارس اللبنانية يعني أعطى تصريح إنه إحنا ما فينا نستقبل الفلسطينيين بعد مدة الأونروا جابت تمويل فأعادت إطلاق يعني الآن بعد جمعة ستبدأ المدارس لكن زي ما قلت لك 50 طالب 60 طالب عدد الأساتذة اللي قل ما عاد في لازم الطالب صار يدفع بالأول كان ببلاش يعني رجعوا هلا 7 ستعيد لكن بنمط آخر إنه بأي شهر 7 أيلول يعني لكن زي ما قلت لك 60 واحد عدد من دوم سكابوريا يعني سبتمبر نستا سبتمبر من ميندرا بون أو ميندرا سكول أوكسو så de har stor problem med ekonomi. Och även hälsan påverkades. Kan på första palestinier hela UNRWA bistår med 50% av kostnaden. Nu kan man bistå med bara 20%. Det är en problem som kommer att uppstå för att det inte finns hälsan i Lebanon är väldigt hög. فأنت عم تحكي على أكسو مد خيكوس تفروت أونروا يلبر منيخور مد 50% أت أونروا بيطالة تيب 50% فرن بايتر فرن تيب تيل لكرن تيل ريسبت من نو أونروا كان بيطالة بارا 20% إنجت مير فصار في شغل جديد صار في المجتمع الفلسطيني يعني اي حدا بفوت على مستشفى اكيد ما في غطي في عنا محلين يا اما ما بيتحكم وانا بحكيكي بصراحه في بعض الامراض اللي لا الفقر بقول لك ما بدي اتحكم لانه ما في مصاري يعني بضل بالبيت حتى موضوع الكانسر مثلا اللي معه صدق فاتي يا مان اخر دوم فيل انت قلت الخيوس افترشم دوم كانت بيتولا عنده سبيشاليست دوم سم هار كانسر så de kan inte det tar väldigt mycket pengar att de säger vi kan leva så tills vi dör. آخر شيء هيك هي نقطة مأساوية بس هي حقيقية.
تعرف ان احنا مخيمات نظيري زي ما قلت لك، والمقابر عندنا الدفن محدودة. هي كانت مشريتها منظمة التحرير الفلسطينية، كان كل مخيم في أرض، الآن انتلت. ففي حقيقة لما هلأ بنروح بندفن واحد، فبتلاقي الشباب والكبار شو حكيهم، إنه والله أنت محظوظ إذا ممكن تموت وتلاقي لك أرض، يعني تصوري صارت محظوظ اللي ممكن يموت ويندفن. صدم de palestinier människor, de tänker nu om någon ska ha begrav, så de är lyckliga som har begrav om de ska dö. Annars de tänker i framtiden, de som ska dö, så de vet inte vad ska, om det finns ingen instans. Ja. Okej. Tack så jättemycket, och tack så mycket Raja. Hello again. I will not speak too much because I talked about the refugees, but maybe I can mention one or two small stories about how the refugees are facing the difficulties even in Lebanon. Yani, they are talking about the situation of Lebanese in Sweden, but we are facing the same thing like here. Maybe I will mention only two small stories. I talk about the employees or the employment for the Palestinian in Lebanese is forbidden and it's not accepted. One of our friends, he was graduated from the most important university in Lebanon, the American University of Beirut. It's well known. So he studied as an accountant, a business accountant, and he finished. So he went to work. And he went to a Lebanese company to make an interview. And they make an interview with him. They ask him a very important thing. When you study, where, what you graduated. And he was very good in the interview. And after then, of course, his mother is Ukrainian. So he has an Ukrainian passport. And when they know that he's Palestinian, the responsible for the interview is making, he said, that thing. You have a very important thing, two things, that you are graduated from the American university and you have Ukrainian passport, but because you are Palestinian, yani, can you imagine that you are have very good things, that you are graduated from American and you have Ukrainian, but because you are Palestinian, that this is how the discrimination, that the Palestinian refugees are yani, always the show us that we are less than people, or so. And of course, they did not employ him. Yani, they said, "Okay, thank you. You can go, and we don't need you." This is one of the stories that most of our Palestinians who are graduated, even from the most important universities in Lebanon, they are facing yani a problem with employees. Another story. I don't know if it's a discrimination story or something. A pregnant woman, she's of course a woman, is 22 or 23 years old. You know, the early marriage in the camps. So she's pregnant and she was born in before 1 month, yani in the 8th month. And this is need a special, you know, kufal, a special house in the hospital, to complete his development. And of course the UNRWA, the UN nation, and the Lebanese government did not pay for this kind of yani treatment. So she has to go to a special hospital, and they are very limited in Lebanon, those who are providing this kuval for the children who are not completed. She born, and they put him in this kufar for two weeks, I think, or 16 days. And after it finished and they have to go out from the hospital, they said you have to pay about $10,000. And of course, she had hadn't this money. And they host the children. They said you can go out, but the children, he has to stay. They stay for him for 2 months.
Yani, they did not give him to his mother just because she can't pay. After 2 months, I don't know how she found the money, or they talked with the yani, hospital management. And then after 2 months, can you imagine a woman, she born, and after she can't give a milk to her child for 2 months just because nobody can cover her health or her treatment. Yani, a lot of this, unfortunately, yani, we face a lot of this stories. Another one, a small one. I mentioned that the Palestinian, they have a right to study in the Lebanese university, but in special faculties, yani, only the rich literature. But they are not secured. Yani, they are, if some accident happened, nobody can cover them. So one of our friends, he was studying in the university, and during the playground, he had something and he was accident, so he injured and he became very hard. Yani, nobody took him to the hospital just because he is not covered by the security. They said, please phone to the Palestinian in the camps so they can take him and they can treat him in the United Nations. So this kind of unfortunate, yani, after, yani, I can understand here they are talking about the racism in Europe, and it's from 2 or 3 or 4 years. But we are living in Lebanon since 70 years. Yani, and most of the Palestinian, we are said that we are working and we have all our life there. So it's strange. But the last thing I have, or I would like to raise it, even in all these hard situations that we are living, but really the Palestinian and the refugees in the camps, the first hope and the first goal for them is the right of return. Yani, even with all these hard situations that they are living, but still the Palestinians are working and they want to stay in the camps just because they are dream and they have their hope to go back to their homeland that they are repelled since 1948. And this is one of our PowerPoint, I think, that we are believe that we are not belonging to Lebanon. Okay, Lebanon is our brothers, they help us in too many things, you know, but we have our homeland and we have to work to go back to this land. Thank you.